نذهب إلى كورونا وسوهاج، محافظة سوهاج، وفي شكاوى عديدة وصلتنا من ارتفاع عدد الحالات في سوهاج. دكتور محمود فهمي منصور نقيب الأطباء في سوهاج، مساء الخير يا دكتور. يعني وصلت عدد الحالات الأطباء أو وفيات الأطباء قد إيه في سوهاج يا دكتور؟ والوضع إيه؟ طبعا المشكلة متفاقمة في سوهاج وزايدة، وانا يعني كنت في اجتماع النهارده مع السيد المحافظ والسيده وكيله وزاره الصحه ومجموعه من الساده مدير المستشفيات. طبعا هو بيقولوا ان ده زياده عاديه موجوده بالنسبه للكورونا في مستوى على مستوى الجمهوريه ومستوى العالم. قالوا هذا الكلام، انما انا مقتنع ان احنا في سوهاج في زياده غير طبيعيه موجوده. احنا في خلال 48 ساعه ولا 72 ساعه فقدنا 5 اطباء، اللي اعرفهم انا منهم 4 من الشباب، والشباب كان حلو، والكورونا الجديده جايه بطريقه غير طبيعيه، يعني الديتريوريشن التدهور اللي بيحصل سريع جدا فيهم. المشكله مش ناتجه من الجهاز الحكومي بقدر ما هي جايه من الشعب نفسه وجهل الناس وعدم التزامهم بالاجراءات الاحترازيه. الالتزام بالاجراءات الاحترازيه يستدعي ان الدوله تتدخل بقوه. انا طلبت بحظر التجول، انما حظر التجول قوبل بالرفض من السيد المحافظ والساده المسؤولين وبعض الاطباء. قالوا ده قطع معيش للناس والناس هتقف، انما في زحام، في ركوب ميكروباصات، في الناس في الشوارع 10% بس اللي بيرتدوا الماسكات الواقيه، انما لو اتفرض عليهم زي ما بيتفرض على حزام بتاع العربيه، زي ما اتفرض على الكلام في التليفون اثناء العربيه رسوم تتغرم، الناس هترتدي وهتقف. الحاجه الثانيه، المحافظ والمجموعه اللي بتتعاون معاه مش مقصرين بامانه ربنا، انا بقول كلام مجرد، مش مقصرين، بيحاولوا، انما لما يجي واحد زي مدير مستشفى زي عميد كليه الطب بيتكلم ويقول سوهاج ما فيهاش ازمه والموضوع عادي، وان نقيب الاطباء لما بيقول هذا الكلام مبالغ لانه اصيب بالكورونا، طب يعني عايز اقول ايه؟ ده كل بيت فيه كورونا، كل بيت حاليا في سوهاج. يعني هل عدد الحالات الحرجه هو ده برضو بيبقى مؤشر؟ هل في زياده في عدد الحالات في الانتنسيف كير وفي ضغط على الاي سي يوز عندكم يا دكتور؟ في ضغط يا فندم، احنا الاي سي يوز عندنا مضغوطه ضغط جامد. يعني انا بس عايز اكمل الجزئيه دي، ان احنا بنحتاج الى دعم من الوزاره والحكومه، نحتاج لزياده عدد اجهزه التنفس الصناعي والاسره والمونيتورز، بنحتاج لفلوس، محتاجين يشتروا الحاجات دي ويركبوها عندنا. مستشفيات بتعمل كثيرة جدا ما فيهاش هذه الأجهزة.